سوق البرغوث أو سوق الأشياء القديمة والمستعملة هو مساحة مثيرة للاهتمام، وبيرغب الناس بزيارتها والتعرف على ما فيها من أغراض ومستلزمات وأدوات أغلبها مستعمل وبيدل على فترات زمنية بعيدة. تاريخ أسواق السلع المستعملة بيرجع لمئات السنين، وأول من أطلق عليها اسم سوق البرغوث هن الفرنسيين، لأن البضائع اللي كانت تنباع فيها قديمة ومستهلكة وموبوءة كمان بحشرات البراغيث. ومع مرور الزمن تغيرت المفاهيم والنظرة لهالأسواق، ولكن بقي الاسم على حاله. اليوم أصبحت أسواق السلع القديمة ظاهرة عالمية ومنتشرة بأغلب المدن بالعالم، وهي معروفة ومشهورة بالخليط العجيب من التحف والمقتنيات والأدوات المستعملة والأنتيكات، وهي بتلعب دور اقتصادي مهم، وبنفس الوقت بتكون مساحة للتفاعل الاجتماعي والتعرف على تراث المنطقة وأهوائها وأنماط الحياة فيها. المشاهد اللي عم نشوفها هي من سوق السلع المستعملة بكاراكاي بإسطنبول، وهو مكان نابض بالحياة ومتنوع، وبيوفر تجربة تسوق فريدة من نوعها سواء لسكان إسطنبول أو للسواح اللي بيجوا لهالمدينة العظيمة.
Ne kadar?